الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي ببالغ السعادة أن أتوجه باسم المملكة المغربية بهذه الكلمة إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، وأغتنمها مناسبة أتقدم إليكم السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بأصدق عبارات التهنئة على انتخابكم، متمنيا لكم كامل التوفيق في مهامكم بما يؤدي إلى تعزيز أدوار المجلس وتنمية الحوار والتعاون بين الدول بغية النهوض بوضعية حقوق الإنسان عبر العالم، وأنتهزها مناسبة بداية عضوية المملكة المغربية بالمجلس للتأكيد على أن هذه الثقة الدولية تشكل حافزا لبلادي لمواصلة الوفاء بالتزاماتها في مجلس حقوق الإنسان باعتبارها تجسيدا للإرادة العليا للدولة وتوجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه، وهي مناسبة تجدد من خلالها المملكة رغبتها في جعل مدة عضويتها جزء من الرغبة الجماعية للمنتظم الدولي في تقوية أواصر التعاون والتضامن لتحقيق مزيد من المكتسبات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان محليا ودوليا. السيد الرئيس، لقد واصلت المملكة المغربية إنجاز أوراشها الإصلاحية الكبرى وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن مع نهاية سنة 2022 من إدماج 22 مليون مستفيد إضافي في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما سيمكن من تعميم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال في سن التمدرس والذي سيستفيد منه 7 ملايين طفل. في أفق 2024 وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ليستفيد منه 5 ملايين شخص إضافي في أفق 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار في أفق 2025. ووصلت بلادي إصلاح المنظومة الصحية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إعداد مشروع قانون جديد يخص الموارد البشرية بالوظيفة الصحية يروم تعزيزها وتثمينها، كما وصلت العناية بقضايا التربية والتعليم من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. وتم إيلاء العناية للحق في الشغل من خلال اعتماد برنامج أوراش المخصص لتوفير العمل لفئات خاصة من المواطنين، والذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100 ألف شخص. كما تم تعزيز هذا المجهود ببرنامج فرصة لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج إلى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق من 10 آلاف شخص. وفي نفس السياق، حرصت المملكة على مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال التوقيع خلال سنة 2022 على محضر اتفاق جماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، إضافة إلى اتفاقات قطاعية بما يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان تعزيز السلم والأمن الاجتماعي. كما نال الحق في الماء عناية خاصة باعتباره مادة حيوية تقتضي في ظل ندرتها مع تكرار حالة الجفاف والإجهاد المائي المتواصل التحلي بالمسؤولية والجدية والالتزام بالتدبير العقلاني والمستدام من خلال إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء. وقد تميزت سنة 2022 بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولا سيما تمكينها من حقوقها القانونية من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة، كما انخرطت بلادي في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملائمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وكذلك قانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة وقانون المسطرة المدنية. كما عرفت بداية هذه السنة
تفعيل المقتضيات القانونية لتغطية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. سيد الرئيس، في الوقت الذي عرف السياق الدولي صعوبات وتحديات شديدة الأثر على حقوق الإنسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والأطار المدمرة للنزاعات المسلحة ومخاطر التغييرات المناخية وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب، واصلت المملكة المغربية جهودها الرامية لتعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول من خلال احتضان أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس، الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال. كما احتضرت مدينة مراكش الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والتي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب، والذي سيكون موضوع نشاط موازي يوم غد على هامش هذه الدورة. وقد شكل انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة حدثا حقوقيا بالغ الأهمية ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور. وفعل بالتزاماتها الدولية، قدمت المملكة المغربية في نوفمبر 2022 التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آليات الاستعراض الدولي الشامل. كما عرفت 26 مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المختصة التي أثنت على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة وكفالة المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية للنساء، فضلا عن تقديم توصيات تندرج ضمن توجهات الإصلاح المنشود والأوراش والبرامج الجارية. وتستعد المملكة لمناقشة التقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم خلال شهر مارس المقبل، كما أنها مقبلة خلال شهر دجنبر الماضي على مناقشة تقريرها الوطني حول إعمال اتفاقية التمييز العنصري. وبالموازاة استقبلت المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال التي التقت بالفاعلين المعنيين وقامت بزيارات ميدانية لمدن طنجة والدار البيضاء والدخلة، وتأمل بلادي أن يتواصل التفاعل مع الإجراءات الخاصة لتنظيم زيارات ميدانية متوازنة تمكن من تعزيز النهج التعاوني مع هذه الآليات. سيد الرئيس، تجد المملكة المغربية بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبارة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في ذكرى 2022. وهكذا ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية. وتتوافق هذه الدينامية مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة
باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق، كما طالب كل الأطراف بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة، وهو المسلسل الذي ما زالت الجزائر وصناعتها ترفضه متشبدة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين. وفي الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، فإن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن، حيث أن يومياتهم مؤتتة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسات كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاضطجار بالبشر وتجنيد الأطفال من طرف ميليشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والأيديولوجي الكامل. أتمنى لإشغال هذا المجلس الموقر كامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much. I thank you, Mr. Minister, Excellency.